قال متحدث باسم وزارة الخارجية دينا مفتي في بيانه الأسبوعي إن نائب الرئيس الوزراء ووزير الخارجية زار جنوب إفريقيا خلال أسبوع وبحث مع رئيس الجنوب إفريقيا وناقش عدد من القضايا الحالية في إقليم تيغراي والوطنية بما في ذلك الانتخابات الوطنية السادسة وسد النهضة، كما أشار بجمهورية جنوب إفريقيا لما بذلته من جهود خلال فترة رئاسة الاتحاد الإفريقي لإنجاز مهمة الاتحاد الإفريقي. والتقى نائب الرئيس الوزراء ووزير الخارجية بوزير الخارجية جزر القمر وعضو المكتب الإفريقي وناقش عدد من القضايا من بينهما سد النهضة. كما قالت جزر القمر إنها كعضو في المكتب الإفريقي لديها دور تلعبه، وأشير إلى أن المناقشات كانت بناءة. وقال المتحدث في بيان إن مبعوث الأمريكي الخاص إلى قرن الإفريقي جيفري فليتمان أجرى مناقشات مثمرة مع مختلف المسؤولين الحكوميين، وأجرى ممثل الخاص لشرق إفريقيا لإثيوبيا مع سيد دمك مكونن محادثات بشأن مفاوضات صد النهضة والنزاع الحدودي بين إثيوبيا والسودان والانتخابات المقبلة وحول القضايا الراهنة. وأعرب السفير على رغبته في إنهاء المفاوضات بشكل سلمي ودبلوماسي. ومن ناحية أخرى أجرى مجلس الأمن المكون من 15 عضو محادثات حول حدود الإثيوبيا السودانية وصد النهضة وإقليم تيغراي. كما قام السفراء الإثيوبيون من مختلف الدول في العالم بتمثيل البلاد وأطلعوا على الوضع الحالي في البلاد. وفي هذا الصدد أيضا عقد محادثات إقليمية خلال اجتماع مع مستشار رئيس جنوب السودان. وقال أيضا إنه تم إجراء محادثات مكثفة مع مختلف الخبراء من شمال السودان، وأيضا تم تكريم أوراق اعتماد السفراء في كل من السنغال وتركيا وستعزز العلاقة الثنائية مع البلدين. وقال إن الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ورئيس الجمهورية كونغو الديمقراطية فيليكس سيجريان محادثات لمواصلة المفاوضات بشأن سد النهضة. وأشار السفير إلى أنه سبق للرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي أن أجرى محادثات مماثلة في القاهرة والخرطوم. وقال السفير إنه يتم بذل كثير من العمل لجعل الانتخابات الوطنية السادسة سلمية، ومن المتوقع أن يحضر أيضا مراقبان أمريكان ومعهد المجتمع المدني الروسي والاتحاد الإفريقي، ومن المتوقع أيضا أن يجري الاتحاد الأوروبي المكون من 6 خبراء الانتخابات كما هو مخطط لها. وقال إنه تم تمديد التأشيرات لوكالة المعونة وتجديد التراخيص جميعها كانت ناجحة. وفي السعير الاقتصادي أجرى وزير الدولة للاستثمار مباحثات مع السفير الفرنسي حول عمليات الاستثمار في إثيوبيا. وزار المستثمرون الجزائريون القطاع الاستثماري سيدلاني والنسيجي، كما أبدى وفد تركي اهتماما باستثمار في قطاع الأدوية. وفي مجال الدبلوماسية العامة احتج الإثيوبيون في المملكة المتحدة واسكتلندا على الضغوط غير عادلة على إثيوبيا، إضافة إلى استقبال 1168 مواطنا من دول مختلفة.